السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Are you مجدد؟ This is teacher عبد العزيز زكريا from e-Alim. And this is inshallah your course plan for this month. This course inshallah you will memorize four surahs. The first one is Surah Al-Kafirun. Okay? بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. منكست سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. The next surah is Surah Quraysh. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. That's all. May Allah bless you. Assalamu alaikum. Rahmatullah.